حرف الزد. حرف الزد حرف ساكن يأتي في مواضع مختلفة من الكلمة، وأحيانا يأتي مكررا، واسمه زي في اللهجة الأمريكية، وهي الأكثر شيوعا حاليا، بينما ينطق زد في اللهجة البريطانية، والنطقان كلاهما صحيح، وهو عبارة عن حرف ز في اللغة العربية. ذلك زو، زبرا، سايز، برايز. ثانيا، عندما يأتي حرف الزد في التركيب زد يو آر فإنه ينطق ج، على سبيل المثال سيجا، سيجا، أجا، أجا. ثالثا، عندما يأتي حرف الزد مكررا مثل ما موضح فإنه ينطق مشدد نسبيا، يعني ز، كما في الأمثلة أدناه: مزي، فزي، فزي، دزي. رابعا، ما عدا كلمة بيتزا فإنها تنطق بيتزا، يعني بيتزا باللغة العربية شائع، وهذا خطأ طبعا، حيث أن المقطع ز يلفظ، الدبل زد يلفظ تس، إذن تلفظ بيتزا وليس بيتزا كما هو معروف. خامسا، في اللغة الإنجليزية نضيف حرف الأس إلى الأسماء لإظهار العمومية أو لتكوين صيغ الجمع والملكية. تتم إضافة الأس إلى الأفعال لضمان اتفاق الفاعل والفعل مع الفاعل المفرد، الشخص الثالث، أي تسمى أس الشخص الثالث، عند تعديل فعل أو اسم بإضافة نهايته أس، استخدم الصوت س أو ز وفقا للقواعد أو للقاعدة التالية: تنطق أز عندما تنتهي الكلمة بالصوت أس، ز، ش، أو ج، أو تش، أو ي. على سبيل المثال: buses، wishes، sabotages، judges.